كل المستمعين والمستمعات، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم. كيف قلنا اليوم التيراج ديالنا القرعه ان شاء الله، شكون اللي غيربح معنا الثلاجه. دائما تواصلكم على رقمنا اللي هو 07020240 على شاده فم مع فقرة شهيوة العيد مع دامتي. شاركي معنا وصفة طبق المميز اللي معروفة به مدينتكم مع دامتي. طياب، فن ومتعة. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. صراحه انا في الخلعه. علاش نقول لكم علاش؟ لان كان بزاف ديال الميساج كلشي باغي يربح، كل واحد وشنو الظروف ديالو، ولكن ما عنديش ليكم الجهد صراحه باش انني نختار وحده من هاد السيدات. فهاد الشيء علاش انا القرعه دائما تنديرها، واللي عندها نصيف هاد الثلاجه ان شاء الله غتاخذها اليوم، ربي أدرى وأعلم. هذه الأولى. الحاجة الثانية، شكرا لكم بزاف على المشاركات ديالكم، مشاركاتكم كانت زوينة علاش أنكم صيفطونا الأطباق ديال المدينة اللي أنتم كتنتميو ليها أو اللي أنتم اللي ساكنين فيها، وشهوة اللي كتصيبوا نهار العيد الكبير وكتعملوا في القلب ديالها المنتوجات ديال دامتي. والله إلا قبطاني قبطاني الخلاء أنا بلاصتهم. دونك بسم الله. نشوفوا، انا صراحه الرجاء الوحيد ديال ان كل واحد يكون حدا التليفون ديالو باش هكذا. صراحه انا تنبغي، علاش كنبغي انا اي واحد اختاريناه وصنينا عليه، لان في التالي الناس اللي ما تعرفش انا في التالي من بعد الا صنينا على شي واحد مثلا وما كانش حدا تليفونه وكيسيق الخبر انها كانت القرعه، كيعاود يصيفط لي دي ميساج في الرقم ديال المسابقه تيقول لك لا راك تغير مسخر، لا كنت غير حدا، ما كنتش حدا التليفون، ما كنتش هذا، وحنا قانون المسابقه هو هذا، خاص مجرد ما نديروا الرقم يصوني جاوبنا السيده او السيد اللي ربح معنا باش نقول له الف مبروك. هذا الشيء اللي خاص. يلا يلا يلا، سمعنا سمعنا واش هكذا نكونوا. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام سي جميله. سميه رشيده. رشيده رشيدة. رشيدة كنتي باغاها؟ لا رشيدة وقف بعدا في بلاصة مقادة، خدي نفس عميق. رشيدة شوف 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 رشيدة لا بلاتي، غير بشويه عليك، غير بشويه بالهدوء بالهدوء، خد نفس عميق واقفه فوالا. دونك رشيدة انت من المدينه؟ منين؟ مراكش. دونك رشيدة انت من الناس اللي صيفطوا ميساج ديال انني بغيت نربحها، وانا قبيله راه قلتها لعبدو، قلت لي شوف شحال واحد كيقول انني بغيت نربحها، واش قلت له؟ قلت له انا غنحطهم في البول اللي من نصيب، وفعلا راه ملي غنديرها كتهز. وانا ما عارفاش واش انتي واش واحد اخر واش هذا، لان تبارك الله كلكم اللي شاركتوا كلكم باغيين تربحوا الثلاجه صراحه، ومن حقكم كاملين لان شاركتوا. مي علاش كنتي باغاها بالتحديد رشيده؟ حيت كان عندي الثلاجه ديالي لتحت كدير لي الثلج وكتخسر لي ديما الخضره، ديما الخضره، وفي هذه الظروف هذه ما عنديش كيف ندير تنبدل الثلاجه ديالي. ايوا هي دامتي هداتها لك. الحمد لله، شكرا بزاف. ربي بغاها لك كيف كنقولوا، ربي بغاها لك، ربي بغاها لك، بارك الله فيك. شكرا بزاف، شكرا دامتي، شكرا شادة، شكرا اختي جميلة، شكرا لكم بزاف. جميلة ما دارت والو باش نتوما اللي درتو صراحة تقال، صراحة تقال. شكرا والله العظيم، لا فرحانة بزاف، وشكرا دامتي لكم بزاف بزاف، شكرا على هذه الفرحه هذه اللي. بقي معايا رشيده، بقي معايا رشيده، ناخذ غير الرقم ديالك باش نشوف انايا، باش نشوف الوصفات ديالك، باش هكذا ناخذ معك وصفه. غير باش نكونوا واضحين، عطيني غير هذا باش نشوف الرقم ديالك باش نعرف اناش من وصفه غتعطينا. انت اللي كان عندك البارح الكتف والسوسيس. ايوا عطينا السوسيس. هي نعطيكم السوسيس، نعطيكم السوسيس، هذاك السوسيس هو اللي ما كناكلش تاع الزنقه، وهذاك تاع الدار كنطيبو. اشنو المنتوج اللي عملتي في القلب ديالو؟
دامتي تاع الغني. وكديروه دائما في العيد انك كتحاولي تصيبي لان تتكون الحيمه. واخا واخا ورغم انا ما عنديش الاله ديالو راه كنديري داك الدواز ديال الجيتا عرفتي داك الدواز هو مزيان مزيان. اجي ناخذ الطريقه اجي ناخذ الطريقه. مرحبا بطول يا عمرك بارك الله. مرحبا تفضلي. شكرا. كناخذ صافي كاينين على المباشر. وي احنا راه دايزين على المباشر هادشي كامل كان كيتسمع على المباشر ما كنخبيو حتى شي حاجه حنايا كلشي دايز. بارك الله فيك. مرحبا. كناخذ واحد الكمية ديال اللحم كندير معاه واحد شويه الشحمه ديال الكلوه والكلوه ديالي كنديهم كنطحنهم من بعد كنضيف لهم البصله بالشنطه والربع والتحميره والابزار والكمون والضمه ديال البنه ديال الغنمي ضمتي غنمي وكنشد هادشي كامل كنشرملو كنشد المصيرنات ديالي اللي كيكون ديجا غاسلهم بالخل والملحه نقيين كنديرهم في داك الدواز ديال اللي كندوزو به الزيت وهذا وكنبقى ندير في الحشوه لداخل صافي وكندلوي وكنوجدهم صحه وراحه كيكونوا زوينين وبنان وكتعرفيش شنو درتي فيهم. نعم اول شيء الله يعطيك الصحه شكرا لك. كنتي كتوقعي تربحي؟ لا والله حتى الاخر لحظه كنقول واش غتكتب ولا ما غاديش تكتب. شكرا بزاف لك. شكرا المكاتب. شنو كلمتك الاخيره رشيده؟ شكرا بزاف. شكرا لشدا شكرا لشدا على هذه الفرحه هذه وشكرا لدامتي اللي ديما مفرحانه وان شاء الله نشوفكم في العلالي ومن التقدم مزيد من التقدم والعطاء ان شاء الله. وشكرا بزاف اختي جميله الله يكبر بيك وشكرا لكاع المستمعين والمستمعات اللي كيسمعوني وشكرا للجروب المتالقات اللي دعوا معايا في الصباح وشكرا لصاحبتي تاهي اللي في الاستماع صاحبتي من دين تاسفي. شكرا لكم كاملين كاملين ودعيو تمي تاهي مع الصباح دعات معايا الله يسهل على الجميع. دابا انا بغيتي تبكيني وخلاص. الله يكبر بك اختي جميله والله حتى فرحت بزاف والله شكرا بزاف. اول شيء الله يدخل عليك بالصحه والسلامه وان شاء الله نشوفك قريب باش انك تجي تسلميها بمجرد ما تكون عندنا ان شاء الله نتواصلوا معك باش انك تجي تسلمها. شكرا لك. شكرا لك رشيده. شكرا لك. شكرا لك. وباش نكون واضحه والله القاسم الا شحال واحد كتب لي ما كرهناش وانا تنتكلم مع عبدو في الاخراج المخرج ديالنا قلت له شو شحال واحد بغاها قلت له انا غنحط في البول اللي من الناس اللي فعلا اللي فعلا اللي فعلا اللي فعلا ربي غيشوفه محتاج له هو اللي غيتخاد وحنا ما عرفناهاش واش حيت انا باش نكون معك بصراحه راه ما كنعقلش ملي كنكون كنكتب الارقام ما كنعقلش واش شكون فيكم بالضبط. فبالتالي شو النصيب كنتمنى انا ندخل لها بالصحه والسلامه وكيف قالت بزاف ديال الناس اللي من المستمعين ديال شاده وديال برنامج شاده الاسره دعوا معاها دعواتكم كانت مجابه في هذه اللحظه هذه. دائما دعوات الخير كتكون مجابه وربي اعلى واعلم ايضا. دخل لها بالصحه والسلامه. شكرا لكم كاملين. شكرا على الوفاء ديالكم. شكرا على المحبه ديالكم. شكرا على محبتكم للخير لبعضكم. اليوم اللي ما كانش ما حلفوش النصيب اليوم اكيد في الماجي من الايام دائما يحلفوا الحظ وحنا الاهم عندنا انكم تكونوا كلكم فرحانين وتكونوا كلكم فائزين وانتم فائزين وحنا فائزين بمحبتكم صراحة الله. شكرا لكم الله يدخل عليها بالصحة والسلامة والرزق على شذا يفهمها. وانتي شنو هو طبق العيد المميز اللي معروفة به مدينتكم؟ شاركي معنا وصفة طبق مع منتوجات دامتي اللي استعملتي ودامتي كتهديك في نهاية المسابقة ثلاجة من النوع الرفيع مع دامتي طياب فن ومتعة.